قولوا يا رب. صالة تنس الطاولة كلها بتقول يا رب. مش ممكن مش ممكن. اهلي اهلي هو هو. اهلي اهلي هو هو. ايه ده؟ النادي الاهلي حقق المستحيل. نادي الابطال، نادي القرن، كأس مصر، بطولة الجمهورية، كأس مصر 2018-2019. عودة بمهمة مستحيلة لأبطال تنس الطاولة في مصر. أبطال تنس الطاولة بالنادي الأهلي حققوا المستحيل. كأسين في يوم واحد. قولوا معايا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. بهني النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الكابتن أشرف عبد الفتاح، وبهني فريق السيدات بقيادة الكابتن طارق فوزي المدير الفني للسيدات،